خلينا في الأول نبارك لدولة قطر، هي قدمت نموذج للتنظيم جيد جدا، وأعتقد مثلت الثقافة العربية والقدرات اللي ممكن تكون لأول مرة لاستضافة المونديال بهذا الشكل. يبقى احنا بنتكلم على شكل وأداء فني ونهائي يليق بنسخة كأس العالم العربية. بنبارك لكل الدول العربية وبصفة خاصة يعني ده المملكة المغربية لوصولها لأعلى نقطة. دي كلها يعني من المقومات، لكن كمان بنبص على التكنولوجي والشكل الافتتاح والختام، سيما ان احنا مرينا ب 2019 تنظيم كأس الأمم الأفريقية. مش بقارن يعني، بس بقول ان فكرة التنظيم واستلهام قدرات الدولة وراء تنظيمات كتيرة زي كده احنا يعني بنشوفها ومرورا بيها، يعني حاجة مش سهلة وحاجة كبيرة. يعني نتمنى دايما التوفيق ان شاء الله لكل منطقتنا ودولنا ولينا احنا كمان ان شاء الله في المستقبل. يعني